عاد فريق الميناء إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على مضيفي الصناعات الكهربائية بهدفين مقابل هدف واحد. التفاصيل مع محمد حسين. ما بين فريق خالف التوقعات وثبت أقدامه على أراضي الدوري الممتاز، وآخر لطالما علقت عليه آمال جماهيره بأن يكون منافسا على لقب الدوري، لكن الظروف المحيطة به أوقفت وعاقت هذه الآمال. أقيمت هذه المباراة في آخر ظهور للفريقين قبل ختام المرحلة الأولى. الصناعات حقق المعطيات ببداية قوية كعادته في آخر المباريات، وكان له هدف السبق عن طريق رأسية مهاجمه حسين طعمة التي ترجم السيطرة أصحاب الأرض. هدف عمق جراح الضيوف الذين حاولوا أن يعودوا ويخرجوا من دوامة المعاناة، وكان لهم ما أرادوا عن طريق البديل الاضطراري محمد جفار في تسديدة عانقت الشباك. هدف التعديل أحبط المستضيف وحفز الضيوف، فظهروا في جزء المباراة الثاني بصورة مغيرة أثبتت عزمهم على الظفر بالعلامة الكاملة لأجل أن يغادرهم شبح النتائج السلبية التي رافقتهم طويلا. وفي هذه الأوقات تلعب الخبرة والمهارة دورهما، فصنع علي حصني الفارق بكرة عرضية خدعت علي كاظم وأفرحت جمهور السفانة الذي قطع المسافات الطويلة خلف فريقه كي يعيش لحظات مماثلة. بدايتنا كانت قوية بالشوط الأول، لكن أنا أشوف اليوم عكس السبع مباريات اللي لعبناها في القمة، اليوم ما يعني الفريق مو طبيعي، يعني مو سيء للغاية، لكن حصلنا على بعض الفرص وحصلنا على هدف وقدرنا نخطر مرمى الميناء وضيعنا فرص بالشوط الاول كثيره لكن ما استغليناها. الشيء الواحد اللي قدرت انه اوصله للاعبين ونجحنا به الحمد لله وشكر، هو انه احنا امكانيات اللاعبين الفرديه يعني المهاريه يعني التكنيكيه جيده جدا، ولهذا بس بهذا الجانب قلت لهم نقدر نتغلب على الفريق الصناعات، لفريق شاب طموح قوي سريع. كنا بمس الحاجه للفوز ظل الظروف اللي مرينا بها خلال الفتره السابقه، عدم خوضنا اي مباراه من تقريبا شهر. هذا الفوز حاب اشكر به الكادر التدريبي، الكادر الاداري، ايضا الجمهور اللي ساندونا اليوم، وايضا اللاعبين الابطال اللي قدروا وثبتوا انهم على قدر المسؤوليه. فوز قد يكون بمثابة انطلاقة جديدة بعد مرحلة أولى عاش فيها الميناء أسوأ الظروف متأثرا بأزمات إدارية ومالية طال الانتظار لحلها. محمد حسين، العراقية الرياضية، بغداد.